صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. يا رب دايما تكونوا في سعادة وصحة إن شاء الله. احنا النهارده هنتكلم عن طريقة جديدة لتعليم القراءة والكتابة باللغة العربية، وهي الطريقة النورانية. ايه هي الطريقة النورانية وازاي نقدر نتعلمها، والطفل ممكن يقدر يتعلمها من سن كام، والصعوبات وحاجات كتيرة هنعرفها عن الطريقة النورانية وتعليم القراءة والكتابة بطريقة صحيحة. علشان كده احنا معانا ضيفتنا النهارده الأستاذة ندى الكردي، مدرسة تأسيس نور البيان. صباح الخير يا أستاذة ندى. صباح الجمال يا شيرين. عاملة ايه؟ يا حبيبتي شرفتينا بجد، الشرف ليا جامد قوي يعني والله. تسلمي يا حبيبتي. احنا عندنا صعوبات كتيره جدا في قراءه اللغه العربيه والكتابه كمان يا استاذه ندى، فطبعا الطريقه النورانيه دي جديده علينا قوي، احنا ما نعرفهاش حتى الاسم كمان. طب ممكن تعرفينا ايه هي الطريقه النورانيه؟ هي الطريقه دي طريقه جديده فعلا. هو اللي عمل الطريقه دي اصلا شيخ للقران، عملها عشان تفيد الولاد الصغيرين في سن صغير ان هم يبتدوا يحفظوا القران ويبتدوا يقروا من المصحف، فكان حب يطور بسرعه ازاي الطفل يقرا بسرعه جدا في وقت قياسي يعني، فهو عملها للقران. فاحنا اخذناها حاطين عليها شويه حاجات صغيره كده، ان هي ما تبقاش للقران بس، تبقى للمناهج الدراسيه، ازاي اي حد حتى اي انسان امي يجهل القراءه والكتابه يتعلم ازاي يقرا ويكتب وفي وقت زمني قصير قوي. فهي طريقه سهله قوي، بتمثل شبه شويه الكتاب زمان. هي كتاب كان رائع طبعا، كان رائع، وفعلا مخارج الحروف كويس جدا، بيخلي الطفل ممتاز، وكان بيخرج ناس بصراحه يعني فعلا بيقراوا ويكتبوا اجاده اجاده للقراءه والكتابه. صح. مش زي دلوقتي احنا ناس معانا مذبذبين وحاجات من دي، عندهم اخطاء املائيه فادحه يعني. صح. فهي الطريقه سهله جدا، بتقدر نتعامل بيها مع الاطفال في سن صغير ووقت صغير جدا. من سن كام بقى يا ندى؟ يعني الطفل بيبدا ازاي يستوعب، وبتعلميه ازاي من سن كام؟ من 4 سنين. من اربع سنين. هو ممكن من 3 سنين ونص بس هيقرا بس، لكن الاربع سنين هيقرا ويكتب في نفس الوقت. بنمشي بخط متوازي مع الاثنين مع بعض، قراءه وكتابه. حلو قوي. من 4 سنين بيبتدي الطفل يقدر يقرا، وبيقرا وفعلا بيعرف يقرا الحروف وال وكله يعني، ولا بيبتدي بس يكتب بس، ولا ايه؟ لا، أنا مش عارف. بيقرا، يبتدي ممكن من اول حصه يبتدي يجمع حرف جنب حرف فيقرا. لان احنا عملنا طريقه سهله جدا، بدل ما اقول الف ب ت زي ما كنا بنقول، فلما اقول الف ب ت لما يجي هيقرا اي كلمه. يعني مثلا احنا عندنا الحاجات الخاطئه اللي احنا كنا بنعملها، ها، الف اسد، تمام، ب بطه، ت تفاحه، او ت تمساح. ده التعليم فعلا اللي احنا كنا بنتعلمه بالصوره والاسم على طول والحرف. فاقول للطفل مثلا اقرا لي مثلا كلمه شربه، ما هيقول لي مثلا ايه شمس والميم موزه، بيقول لي كده، هو بيفتكر الصوره ما بيفتكرش الحرف. هو الحرف نسيه اطلاقا، هو افتكر الاسد والموزه والتفاحه ونسى الحرف. فهي دي كانت بتبقى يا ندى. بتبتدي معاهم ازاي بقى بالتعليم بتاع الطريقه النورانيه؟ بتبتدي ازاي مع الطفل في سن مثلا 3 ونص؟ انت قلتي في 3 ونص ممكن يقرا بس، قراءه بس، بعد كده بيتدرب وكتابه، قرايه وكتابه. بس من 4 سنين بيبتدي يقرا ويكتب في نفس الوقت. احنا الاول بنقسمها 4 حصص، الاول يعرف مخارج الحروف الاول ازاي، مهم جدا. فبدل ما هقول له الف وب، لا، بقول الف، دي كده ايه؟ ألف فتحة. صوتها بيقول، هي اسمها ألف. بس أول ما حطيت عليها الفتحة دي، ودايما بقول لأولاد يعني لازم أخلي الخيال يشتغل والقصص دي طفل. فبقول له الفتحة دي زي الأيس كاب بتاعته، فهو لابسها عشان تحميه بقى من الشمس والمطرة وحاجة زي كده. صح، عشان يفتكر. يفتكر. هو عايز قصة الأول. لازم تعيش البداية. فأقول له أول ما الفتحة دي بتيجي على الألف بتخليها تطلع صوت، فأنا عايزة الصوت بتاعها مش عايزة اسمها. فبتقول يبتدي الطفل فاهم اللعبه. فاقول له ها مين ده؟ يقول لي ب. اقول له تمام اوكي، اول ما تيجي عليه الايس كاب بتاعته قال لي هتبقى ب. فابتدي اخد الحرف ا ب ت ث كده، عارف مخارج الحروف. هبتدي لو كتبت له بقى كده، ها، مش هيقول لي شين ر ب، مش هيقول كده. هو هيقول ايه؟ اهي خلاص هو خد ايه الصوت. ش
رابا شرابا في ثواني خلاص، اي مزبوط. كلمه هكتبها له هيقراها. حلوه قوي. طيب بتعلم في قد ايه بقى؟ يعني ممكن الطفل يقدر يكتب ويكتب في مده قد ايه؟ يبتدي يكتب من 4 حصص. من 4 حصص؟ من 4 حصص ممكن يقرا ويتملى الحصه الرابعه على طول، يبتدي يقرا ويتملى. طيب في ندى اطفال بقى تلاقيهم بيستوعبوا ما شاء الله واذكياء، وفي تلاقي اطفال مهما قلت لهم ما فيش فايده، يعني بياخد المعلومه ممكن بطريقه ما بيفهمهاش قوي، ما بيفهمهاش فعلا حاجات كتير. طب ازاي بتقدري تتعلمي مع الطفل ده؟ هقول لك الطريقه اللي احنا بنتبعها. يعني في الاول الطفل بيبقى جاي متضايق جدا بقى، انا رايح مدرسه بقى وانا لسه طالع من المدرسه وانا مخنوق ومش عارف ايه وكده، بيجوا نفسيتهم محبطه اصلا ويجوا بصي مش طايقني بصراحه يعني. فاول ما يبتدي السيشن ويبتدي الحلقه نشتغل، فبصي انا عاملاها لعبه وهزار، بنستخدم ادوات كتيره بتساعدهم والوان جميله وحاجات حلوه قوي علشان قصص. فعلا كل حرف يحبوا وليه قصته، القراءه. كل حرف وليه طريقته، فالطفل بيطلع يقينا يعني. ما هو الطفل عايز ايه؟ ما فيش طفل في الدنيا يعني ما عندوش نسبه ذكاء، ما فيش. بس ازاي نطلع الحته دي من عنده اصلا ونستخدمها بطريقه ونستخدمها. فهو الولاد دي انا بقول ان هم اصلا بيسمعوا بعينيهم، ده جيل الميديا. هم مش بيشوفوا يعني. احنا عايزين بقى يعني نعلم اولادنا القراءه الصحيحه والنطق الصحيح فعلا، ونبعد عن الميديا اللي بوظت حياتنا. أيوة كلها فعلا طبعا. بس انت لازم تستخدمي بنفس الاسلوب. ما هي الميديا دي بقت حاجه جزء منهم اصلا. فهم كل حياتهم بالنظر، شاشات، كل تعاملاتهم مع شاشه، سواء التاب، اللاب، النوت، التلفزيون، التي في. طيب يا ندى، احنا معانا فيديو طبعا بيوضح اكتر الشرح، الطريقه النورانيه. هيا بسمه. ما راح بنوته جميله قوي بتعلق معاكي وتقول بالظبط. دي طيب اول حصه، اول حصه انا ملاحظه حسة. استيعابه ما شاء الله جميل. أيوة. طيب انت بتعملي حركات بالبق مثلا بالايد وتقولي الحرف النطق الصحيح ليه؟ عشان احنا قلنا ان فعلا الولاد دي بتشوف اصلا، بتشوف وبتسمع بعينيها، هي مش بتسمع بودنها، بتسمع بعينيها قبل ودنها. صح. فعشان حرف يثبت كان لازم نعمل حركه، لان هو هيبتدي الصوره خلاص تنطبع في ذهنه قدام عينيه مع الصوت بقى، فهيربطهم ببعض، فيبتدي يقرا من اول حصه فعلا. وفعلا السن ده محتاج فعلا حركات، محتاج حاجه تفكري بيها الحرف. هما لما بيروحوا يقعدوا يمثلوا اصلا يعني. كلهم بيبقوا مثل ندى لما يروحوا البيت بيقعدوا يمثلوا الصا، قلنا عشان الحروف التخينه، المكلبزه اللي بتاكل كتير. فلازم الصوت قصة يبقى جميلة. قوي، فبتبقى حركات، فالحركه بتثبت جدا في دماغه، تخليه يستوعب اكتر ويفتكر الحرف على طول. طيب يا استاذه ندى، في اطفال كتير طبعا، انا معاك ان هي في اطفال بتستوعب بسهوله وفي اطفال طبعا صعب ان هي تستوعب. هل بتديهم كورسات اكتر الاطفال اللي هم يعني بيستوعبوا بصعوبه شويه؟ بتزودي مثلا الكورس؟ انت قلتي من 4 حصص ممكن يقرا كويس جدا. بس طبعا هي 4 حصص يبتدي يقرا، بس لسه الكورس كامل 5 شهور. 5 شهور بقى يبتدي بقى افتح له ايه من المصحف، اي حته ايه من المصحف، ويبتدي يقرا اي ايه. خلاص السكون والشده وكل حاجه، اللام القمريه، اللام الشمسيه، كل حاجه تبقى خدها في خلال 5 شهور. فاربع حصص بيبتدي خلاص يحط رجله على البدايه، يبتدي يشبك كلمه كتابه وقرايه من حركات الفتح. طبعا الطفل الصعب بقى استيعاب شويه، هل بتزودي ليه مثلا الحصص؟ هل بيبقى ليه كلاس معين؟ هل بتتعاملي معاه بطريقه مختلفه؟ بصي كان عندي اولاد اصلا عندهم صعوبات تعلم ومشاكل اصلا. الحمد لله يعني ما لقيتش حد في الولاد يعني نزل عن المستوى الولاد التاني. لان برضو زي ما قلت لحضرتك حته فكره الصوره
وكمان اللغه العربيه هي اساسنا اساسا طبعًا. يعني هي احنا بنعاني دلوقتي ولازم فعلا نعرف نقراها صح ونعرف نكتبها صح. طيب احنا معانا الاستاذ اسعد من اليوبيه. صباح الخير. صباح النور على حضرتك يا استاذه ولا حي استاذه ندى صراحه. ميرسي على كل ما البرنامج يقدمه يعني. ميرسي يا استاذ اسعد. شكرا. الله يبارك لحضرتك استاذه ندى. اهلا بيك. سؤالك للاستاذه ندى. لو سمحت يا استاذه ندى، انا دلوقتي ابني عمره 6 سنوات. تمام. وعنده لقلقه في الكلام كده يعني شويه، عملنا له اختبار ذكاء ذكي جدا بس لقلقته ضعيف. مشكلة دي. حضانه ورا حضانه وبرده مفيش ايه؟ مفيش يعني نتيجه. بيقعد قدام التلفزيون كتير؟ نعم. بيقعد قدام لا لا مش قوي. ولا موبايل بيمسكه كتير يا استاذ اسعد؟ نعم. بيلعبش على الموبايل؟ لا ما عنديش صراحه لا العاب. احسن حاجه حضرتك الحضانات اللي موجود عندنا مستواها ضعيف خالص، مش نفس الحاجات الحلوه اللي احنا شفناها دي صراحه. احنا بنعيني في الحضانات دي صح، بنعيني احنا نفسنا نتواصل مع الاستاذه ندى. الله يبارك لك يا استاذ. حاضر. أيوة من حاضر. ان شاء الله يا استاذ اسعد. ميرسي قوي. تابعنا. مشكله جدا يا استاذه ندى فعلا. هو بيقول ما شاء الله ذكي بس ليه القلقه دي والتهتها شويه في لما يجي يقرا حاجه؟ ممكن ليها سببين. هو عنده 6 سنوات. 6 سنوات. يعني كبير. المفروض يقرا ويكتب. صغير. هو بيقول التأتأة في الكلام دي دي مشكله، يا اما طبعا كتر القعده قدام التلفزيون مشكله جدا كلنا بنعاني منها، بيفقد التركيز، غير كده كمان عنده مدخلات كتيره، مدخلات ومش مفيش مخرجات، مش بيتكلم مع حد، هو بيسمع بس بيسمع بيسمع مش بيطلع. ما هي دي مشكله. فيبتدي الطفل يتلعثم في الكلام، مش عارف يتكلم، يتهته لما يجي يتكلم. وفي مشكله ان هو بيخاف. بيبقى الام تقريبا يعني شديده شويه لما بيجي يغلط او المدرسه. طب هل يا استاذه ندى قابلتي واحد يعني طفل زي ده؟ كتير. يعني هو بيخاف فعلا كتير. ممكن بيخاف فعلا يقول حاجه غلط، ممكن يتعاقب. أيوة. ممكن كده. لا لا والتهتها دي فعلا بتأثر. مشكله العنف في الدراسه والتعليم. ليه ولادنا كارهين التعليم؟ عشان احنا ضاغطين نفسي. انا دايما اقول للمامي اللي معايا المذاكره 5 دقائق في اليوم. 5 دقائق يعني 5 دقائق، يعني ما تقوليش طب 10 دقائق، لا 5 دقائق. طب ليه يا استاذه ندى؟ عشان ما يزهقش. لان الطفل هم ال5 دقائق الاولانيين دول هو التركيز كله. ماشي. يبقى انا اللي بعد كده رايح. طب يلحق 5 دقائق فعلا؟ لو 5 دقائق كل يوم. الممارسه هي بتسبب. الممارسه صح. الممارسه لو 5 دقائق كل يوم. اولا هو مش متضايق، هو اللي بيقول لك دلوقتي يلا بينا نذاكر. ومبسوط جدا، هو حابب المكان، هو حابب المكان، هو عايز يبقى كويس عشان انا بحب ميس ندى، مش عايزها تزعل مني. فانا عايزه لسه نفسي بجد التعليم كله يبقى كده. يا ريت. انا حابب. يعني بطريقه سلسه وسهله. يحب ويجي القراءه كويس. ويجي مش خايف من حاجه. لما طفل يخاف يعني دايما بتيجي اولاد بعرف ان هم بيخافوا جدا او عندهم مشكله، ليه صوتهم واطي قوي. ويجي مش عايز يسمع حد صوته وهو بيقرا. فده مش واثق في نفسه اطلاقا. طيب تنصحيه بايه بقى يا استاذه ندى؟ ساعتها بقول له انت كويس، انت تقدر. ما يهمكش خالص، اغلط. احنا ميس ندى بتغلط. مامي بتغلط. واحنا فعلا كلنا بنغلط. في حد مش بيغلط؟ حافز بقى وقوه ان هو يثق بنفسه. طبعا مفيش حد ما بيغلطش. يعني انا ساعات اضطر اغلط قدامه واقصد عشان هو يصحح لي غلطي، عشان يتبسط. يتبسط ويحس ان ويتكلم. عادي. ايه المشكله؟ واعتذر له. انا اقول لهم انا اسفه. ده انا غلطت. طب مش تنبهوني يا ولاد. ما هو لازم يعني، ما هو لازم يحس ان انت مش اعلى منه. وده بقى النوع ده بيحب التكرار. يعني تقعدي تكرري ليه مثلا اقرا كتير اكتب كتير. تكرار كتير بس برده مش مده طويله عشان ما يزهقش. مده طويله. الولاد دول خلقهم ضيق قوي يعني بيتخانقوا جدا يعني. طيب يا استاذه ندى معانا محمود من البحيره. صباح الخير. اهلا بيك. اسمحلي اتفضل. لو سمحت فادي ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا استاذ محمود. بص انا عندي ابني طلع الاول في من اولى ابتدائي لسته ابتدائي. ما شاء الله. وكان بيذاكر وشغال. لما دخل اولى اعدادي ما مش عايز يذاكر. مش عايز يذاكر خالص. طب وحسيت ان مش برضه مش عايز يذاكر. وحسيت ان هو مش نضغط عليه بالضغط والشد والزعيق والكلام ده، مش عايز يذاكر. مش عارف. حسيت ان هو مستواه قل يا استاذ محمود. صح؟ قل. طيب اوكي تابعني يا استاذ محمود. دي برضو مشكله دي كبيره جدا يا استاذه ندى. هو بيقول لك من اولى ابتدائي لغايه 6 ابتدائي كان بيطلع الفيرست وكان ممتاز وشاطر في كل حاجه. جه المرحله الاعداديه. الاعداديه بقى مش قادر ان هو. هي المرحله الاعداديه هي دي مشكله اصلا، لان هي اصلا تغيير اصلا في شخصيه الطفل عامه. يعني هي تغيير
يعني جذري في كل حاجه. صح. فبيبتدي الطفل اصلا في اضطرابات اصلا عنده في الفتره دي، وكمان بحس ان هو بقى ليه شخصيه تانية. ليه شخصيه؟ انتوا الاول كنتوا بتضغطوا عليا عشان اذاكر، وكنت تحت سيطرتكم وسلطتكم، او مش عارف اخد نفسي، يعني مش عارف اخد نفسي. دلوقتي لا، جه الوقت ان انا اعترض واقول مش عايزه اذاكر. واكيد برضو هو يعني اكيد برضو ضغط المواد الدراسيه، احنا لازم ناخده بالراحه. طب انت مش عايز تذاكر، طب براحتك حبيبي، ممكن تختار الوقت اللي انت عايز تذاكر فيه. طب قول لي ايه مشكلتك وانا اعالجها معاك. انا عارفه خلاص، اوكي. طب ايه رايك نخرج ونتكلم بس برا. بس في فتره اعداديه يا استاذه ندى، مهما اتكلمتي فعلا ومهما قلتي ذاكر ومصلحتك وكده، برضو ما هو مش هينفع افضل ادي نصايح مباشره. اوردر 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 اوردر. بيصاحبه بقى، تتصاحيه بان هو ممكن يصاحبه. ما هو انت ما قدامكش غير انك تبتدي بالتحايل، ما فيش غير كده. يعني ما تقوليش ان انا هخصب عليك، مش هتاخد نتيجه اطلاقا. احنا لازم نعمل ايه؟ بالراحه. حبيبي طب ايه المشكله؟ طب ايه اللي مضايقك؟ طب انا مش بحب دلوقتي اذاكر. طب انهي ماده اللي مضايقاك شويه؟ طيب طب ايه رايك نذاكرها مع بعض؟ طب اختار الوقت اللي يناسبك. طب هديك فرصه يومين ثلاثه كده تفك، ما فيش هقول لك مذاكره خالص، ونعمل جدول بسيط. طيب دي لازم تحايل. صح، مظبوط يا استاذه ندى. طيب معانا مروه من بني سويف. صباح الخير يا مروه. صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الاستاذه؟ اتفضلي يا مروه. يا استاذه ندى لو سمحت، انا عندي زهره في اولى ابتدائي. تمام. في كي جي 1 كانت كويسه خالص، والحروف وتحفظ وكده. بعد كده في كي جي 2 بدات تضعف. تمام. بعد كده في سنه اولى مدرسة المدرسة بتقول لي ضعيفة، ومدرسة الدرس بتقول لي كويس، ومدرسة الكتاب بتقول لي متوسط. وهي معايا في البيت ممكن تستجيب شوية مني، وممكن لو حاجة صعبة شوية أفضل معاها شوية، أحس إن هي مستوعبة ومش مستوعبة، محتارة معاها. أنا طموحي إن أنا عايزاها تبقى ممتازة، بس إزاي مش عارف. طب هي في سنة كام دلوقتي؟ قالت كذا مرة. قاعدة أذاكر لها وعايزاها برضه في نفس الوقت تلعب شوية. هي بقت في اولى دلوقتي؟ هي في اولى. انا مش عارفه اعمل معاها. هي في اولى ولا مرحله؟ هي في مرحله ايه دلوقتي؟ اولى ابتدائي. في اولى ابتدائي. اولى ابتدائي. طيب اوكي. انا مش عارفه اعمل معاها، عايزاها تبقى مع المتفوقين، وهي بحس ان هي بتستوعب بس الحاجه القليل مش كده. انا طول الوقت كتاب الدرس المدرسه، هي بتدوي المدرسه، عايزه الون وعايزه اعمل طيب. الواجب وكده. طيب. طيب يا استاذه زهره تابعيني حبيبتي. اوكي. هي برضو هي بتعيني. استاذه زهره طيب جاوبت. ما هو كويس بتوديها كتاب وهنا. ما هي جاوبت على المشكله. إيه؟ ما هي الطفل معاش طفولته. ما انا ليه بقول لمامي خمس دقائق في اليوم وخليه يلعب بقى ويروح النادي ويروح تمرين ويعيش طفولته. ما ده طفل. صح. يقسم اليوم الى وقت معين ويتنقله. ايوه. هي يعني هي بتقول لك عايزاها تبقى ممتازه. طب وليه كلنا عايزين نبقى يعني اولادنا ممتازين؟ ماشي ده طموح، بس قصدي ما تضغطش على الطفل. الامتياز ده مش هيجي من مره واحده. هي بتقول بتيجي بتحب ترسم وتلعب. طب ده حلو. طب كويس. خليها تنفس شويه. تخليها لازم تنفس شويه. وهي ما بتقول هي كانت في كيجي كويسه. لا هي ما كانتش كويسه. هي كانت حافظه مش فاهمه. دليل ان انا يعني دايما اقول لمامي احنا لو بنينا الاساس صح، عملنا العماره زي العماره بتعمل لها اساس ومتين، هتقدري تبني دوار كتيره مش هتقع. لكن لو انت الاساس مهزوز من اول دور تاني دور مش هتعرفي تبني تالت دور، خلاص وقع. صح صح يا استاذه ندى. فهي مشكله. فهي لازم بالراحه عليها شويه، تديها فرصه، ولازم تاسس كويس من تاني. طيب نرجع للطريقه النورانيه الجميله دي. طيب هدفها ايه بقى يا استاذه ندى؟ يعني هل بتدي للطفل فعلا قراءه سليمه وصحيحه؟ هل فعلا بتساعده على قراءه القران بطريقه برضو صحيحه؟ هي طبعا هدفها ان احنا نقرا ونكتب كويس قوي، يعني لان معظم المناهج دلوقتي بقت لغات، فكل الامهات بتعاني في العربي. يجوا الولاد يكتبوا من الشمال اليمين، حتى العربي خلاص عشان تعودوا على الانجليش من الشمال. ناس كتيره قوي خريجين لغات يعني وجامعات خاصه مش بيعرفوا يكتبوا عربي. فدي مشكله. فاحنا مش عايزين الجيل اللي يطلع دوت يبقى مش عارف عربي، يعني دي لغه طبعا دي مشكله كتيره. واحنا هدفنا طبعا ان احنا نبدا ازاي ونوري الاسره المصريه ازاي ان هي تبدا مع اطفالها من سن 3 سنوات ومن سن صغير، والسن الصغير الطريقه الصحيحه فعلا للغه العربيه وازاي يكتبوا. طيب معانا يوسف من المنيا. صباح الخير يا استاذ يوسف. من الرقم وايه؟ طيب اوكي اتصل بينا يا استاذ يوسف. طبعا هدفنا ان هم فعلا يقروا بطريقه صح وسليمه. طيب يا استاذه ندى، هنبتدي ازاي بقى الشرح تاني للاولاد؟
زي ما حضرتك تورينا كده. احنا قلنا اللي بنعمل كده طبعا شايفه طبعا حاجات جميله معاكي. ايوه ما هم عايزين كده حافز وحاجات هم جميله يلعبوا. هو سن الطفوله زي ما قلنا عايزين ده شيء يلعب. مهم انك ترسمي فعلا وتعملي حاجات والوان فعلا التعليم هو مش تلقي بس وحفظ 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 ودش وكتير وخلاص. لازم نبتكر حاجات تخلي الولاد اصلا يحبوا ريلاكس اللغه قاعدين. صح يبقوا قاعدين الساعه اللي قاعدينها معايا او الساعه ونص دي قاعدين مبسوطين اصلا مش حاسين بملل. صح يعني واهم حاجه ان هم يفهموها يا استاذه نادر. يبقوا فاهم. انا لسه بقول ايه زي المامي اللي اتصلت زهراء ان هم حافظ مش فاهم. كل الجيل اللي طالع حافظ مش فاهم. فحافظ زي ما قلنا الف اسد. طب لو تيجي تدي له اي كلمه غير اسد لا انا ما خدتهاش فمش هيعرف يكتبها. لا انا انت مش هديك كلمه خدتها او كلمه ما خدتهاش. انا بص وانا واقفه كده في الكلاس بملي اي حاجه من دماغي. فمطالب ان هو يكتب اي حاجه ويقرا اي حاجه احطها على السبوره طالما حفظ الحروف صح والتجويد صح وكل خلاص. والتشكيل وكله سهوله الدنيا خلاص. طبعا الحروف بناخدها في اربع حصص. الاول اول حصه بناخد نص الحروف من الآل الظا. وطبعا عندي حته الحروف المفخمه والمرققه طبعا بتوع اللغه العربيه فاهمينها اللي هي الحروف. انا بقول للولاد طبعا مش هيفهم يعني ايه مفخم ومرقق. لا طبعا ده مصطلح كبير قوي عليه ده. فاقول له عندي حروف تخينه مكلبزه وبتاكل كتير وليها كرش. ايه هي بقى الحروف دي؟ انا اعمل كده ايه؟ عندي عيلتين عيله مكلبزه تخينه وبكابوزه وبتاكل كتير والمامي تقعد تقول لها بلاش تاكلي كتير وعيله رفيعه جدا الاثنين ساكنين جنب بعض جيران. ها طبعا كلنا عندنا جيران. طيب اول واحده في العيله المكلبزه التخينه مين؟ الصاه. عشان هي مكلبزه وبتاكل كتير وادي الاكل في بطنها عشان بتاكل كتير فهي تخينه. ونقولها الصاه. فاكيد هتيجي ببقي تبقى تخينه مكلبزه. فاقول هيا يا اولاد واعمل لازم امس اقول صا يلا بكابوزه ليها كرش صا. عمره ما ينساها بقى يا ندى دي خالص. يبتدوا يعيدوا بقى هم يعني يقلدوا يحاولوا يجيبوا صوت الحرف. فالصاد كلمت مامتها قالت لها يا مامي من فضلك انا نفسي يبقى لي صديقه تروح معايا المدرسه انا ما عنديش اصحاب وما عنديش اصدقاء. فقالت لها طب اعمل ايه يا صا؟ قالت لها طب ممكن من فضلك تشوفي لي عند العيله الرفيعه الجيران صديقه ليا؟ فمامي تقول لها حاضر. فالمامي وهي نازله تقول لها ايه بس بشرط انا عندي شرط لازم صديقتي يكون صوتها شبه صوتي. فنبتدي نقعد ندور في الحروف فنوصل لل س. هي شبهها في النطق شبهها. ايوه عشان يبتدي يميز عشان احنا عندنا شبهها في المخرج. الشكل نفس حاجة المخرج تانية. نفس المخرج بس واحده تخينه مكلبزه واحده رفيعه ص س ص س. عشان لما اجي املي او اقول كلمه مثلا صابره ما يكتبليش سابره. دي مشكله. هي دي مشكله. مشكله مع الناس كلها كبيره كبيره بقى خلاص. ايوه ابتدي بقى بعد كده برضو الض هتبقى كبزه هتاخد الد. هو ده فعلا اللي بيلخبط الاولاد فعلا. ايوه فيبتدي عمره ما يتلخبط طول ما انا بمليه عمري ما اقول له ز. وكمان عشان يا ندى عملتي قصه جميله في الاول ربطنا القصه عملتي قصه ودايما حتى ساعات هو يجي يكتب مثلا يقول لي طب انهو من العيله التخينه ولا العيله الرفيعه يبتدي يعمل كده. فهي القصه اتربطت في دماغه فاتربطت بالحرف فمش هينسى مستحيل عمره كله خلاص. هي خلاص فبقت سهله. بياخد الاول اصوات الحروف بقى ونخلصها على حصتين. بعد كده نبتدي ناخد اشكال الحرف في اول ونص واخر الكلمه. شكل الحرف ازاي هيشبك طيب من غير ما يعرف اشكال الحرف؟ صح. فنبتدي اشكال. طب اشكال الحرف دي صعبه عشان الطفل يعرفها. دي في اول الكلمه ودي في نص الكلمه ودي اخر الكلمه فمشكله. فنبتدي نعملها بقصه برضو. القصص دي حياه الطفل. ما هو طفل يعني احنا بنتعامل مع طفل ولازم كل مدرس وكل ام تفهم انها بتتعامل مع طفل. صح يا ندى بقى هل بتخلي الـ 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 الامهات بتبقى موجوده معاكي في الكلاس؟ لان الامهات اصلا بتقرا غلط هتعكلي الدنيا خالص يعني. فاقول لها لازم المامي تحضر معايا في الكلاس وتشوف الطريقه وتشوف طريقه التمثيل عشان تمثل زي بالظبط. طب ده حلو قوي يا ندى كمان خطوه جميله جدا. فالمامي حتى الحاجه اللي عندهم مشاكل بتصححها وبتفتكر كمان وبتسترجع فعلا المعلومات الجميله. فنبتدي نقول اشكال الحروف. ها مظبوط. دلوقتي زي القصه واحنا داخلين من الباب يا اولاد بنعمل ايه؟ بندخل برجلين اكيد مش بننط وبنمثل طبعا واحنا واقفين. فنقولها الباب برده دخلت برجليها وهي جايه في الاول. طب يا اولاد احنا معانا اصدقاء جايين ورانا معايا اصحابي جايين معايا وداخلين معايا ينفع ادخل واقفل الباب في وش الناس اللي جايه؟ لا طبعا عيب. يسيبهم. طبعا عيب يا با ما يصحش عيب لازم الباب تدخل وتسيب الباب مفتوح عشان بعد كده في اصدقائها جايين. صح.
بعد كده دخلت الاوضه بتاعتها ونامت على السرير، وانتخت وفردت ايديها الاثنين ونمثل الطريقه، ادي ايديها الاثنين ودي فردت ايديها الاثنين ونامت على السرير. ها في النص بتعمل ايه؟ بتفرد ايديها. جت بقى خلاص الدنيا ضلمت وبقينا بالليل، وقت خلاص انا تعبت بقى ومش هستقبل ضيوف تاني والدنيا ضلمت، فانا لازم اقفل الباب لازم اقفل الباب عشان مفيش حرامي يدخل بالليل. حلو قوي. تقفل في الاخر الباب في اخر الكلمه، الولد بيعرف يكمله بعد كده. طب وانتي لما تيجي تمليهم بقى الباء في نص الكلمه او اخرها بيعرفوها؟ بيعرفوا بالطريقه دي. ايوه بالطريقه دي، الباء في النص يقعد مثلا يفكر، ها في النص بتعملي نايمه بقى ومرتاحه وبتفرد ايديها، بتبتدي تعمل الحركه دي فيعمل على طول في الاخر بتقفل الباب. طب معانا اسماء من اكتوبر. صباح الخير يا اسماء. صباح الخير، لو سمحت اكلم الاستاذه ندى. معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه ندى. اي قلبي معاكي. انا الو. ايوه انا معاكي، انا معاكي. الو. طب ماشي. لو سمحتي يا استاذه ندى، انا عندي ابني في سنه رابعه ابتدائي. تمام. على طول سرحان، واجب معايا بنقعد طول النهار نكتب في الواجب، ما بنلحقش نكتب الواجبات، بتتراكم علينا، فهو ما عندوش وقت خالص ان هو يلعب. هو في سنه كام يا اسماء؟ رابعه. رابعه ابتدائي. سنه رابعه ابتدائي. عنده 10 سنين. يا حبيبي. طيب بنقعد كتير قوي نكتب في الواجب. مشكلة. مش عارفه مش لاقيه لي حل معاه. طيب يا اسماء تابعينا حبيبتي. حاضر طبعا، اتفضلي. للاسف الوقت مر بسرعه، بس احنا نشوف اسماء حضرتك تقولي ايه. هي دي مشكله كل الناس بتعاني منها. معاناه. كم الواجب رهيب. فالطفل يذاكر امتى؟ يلعب امتى؟ يقعد مع مامي وبابي امتى؟ يعني حياته فين الاسريه؟ ما فيش حياه اسريه. فدايما انا بقول يعني للمعلمين بالله عليكم رفقا باولادنا. يعني ايه المشكله مثلا لما احل تدريبات، مثلا احل ثلاث اربع اسئله خلاص تلمي لي الدرس خلصت. مش لازم اكتب الدرس بالثلاث اربع مرات، اصل كتابه الدرس مش هتحفظ ولا تفهم. انا لو فهمت في الكلاس خلاص الدرس كويس وحليت ثلاث اربع اسئله عليه خلاص اتثبت. طب يا استاذه ندى تنصحيها بايه؟ يقعد ازاي؟ ما تضغطش عليه. يعني مثلا لو الواجب عليه اربع مرات لا يعمل مره واحده، واستاذن الميس اقول لها من فضلك هو مره واحده مش اكتر. اصل رابعه ابتدائي فيعني ما اصل هو مش بكتر الكتابه. لو تدريبات وحل اسئله خلاص، يبقى اقول طب ايه رايك نذاكر قبل الغدا ولا بعد الغدا، يبقى في حوار معاه. لازم اخير. مش تحالي يبقى فاهم ويحب. مشكلتنا احنا عايزين يحبوا القراءه والكتابه، هي دي المشكله. احنا شغلنا لو مش حابين شغلنا، لو انت مش حابه شغلك يا شيرين مش هتبقي متالقه. لو انا مش حابه شغلي مش هعرف اوصل للطفل. لو عملت ايه؟ لو عندي علم الدنيا كله، اي حاجه في الدنيا لازم حب. لازم حتى التعليم حب. لازم فعلا. حب فعلا يا استاذه ندى، وبشكرك جدا طبعا. والطريقه النورانيه جميله جدا، واتمنى لك كل مستقبل طبعا، ونشوفك معانا ان شاء الله في حلقات كتير. الله ربنا يخليك. ميرسي. ميرسي يا ندى. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واهم حاجه فعلا القراءه والكتابه باللغه العربيه السليمه والصحيحه، ويا ريت نبتدي نعلم اولادنا فعلا ايه هي الطريقه الصحيحه للقراءه. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. وكنا بنشكر ضيفتنا الجميلة النهاردة الأستاذة ندى الكردي، مدرسة تأسيس نور البيان. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة.